الحبيبات ديالي، الاحباء ديالي، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم الحبيبات كيف تعودنا نديروا واحد الطبق كيتوني. راكو عارفيني انا في الريجيم كيتوني. اذا اليوم بغيت ندير لي كاب كيك مالحين بالقرع الاخضر وبالتونه. اذا شنو عندي في المقادير حبيباتي؟ اجيو تشوفوا. عندي جوج قرعات خضرين محكوكين ومعصرين من الماء، عندي جوج علب ديال الاتون، عندي واحد بويرو مقطع قطع صغيرة، عندي قليل من الزيتون الاخضر مقطع قطع صغيرة، عندي قليل من المعدنوس والقزبر، عندي الفخوماج ثلاثة الانواع الفخوماج ايدام موزاريلا والشيدر، عندي ربعة ديال البيضات، عندي القشدة الطارية، عندي دقيق اللوز، وعندي واحد الخمارة وشوية الزيت البلدية اللي غندهن بها المول، وعندي التوابل شوية الإبزار، شوية الملح تقعد علي الملح الهيمالايا ما كاينش عندنا في المدينة ديالنا، على نستنى تصيفطو لختي، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال السكنجبير وشوية ديال الكوزة، هذا ما عندنا. يلا حبيباتي انتقلوا معايا للطريقه. استسمح واعتذر حبيباتي، استسمح واعتذر على الصوت ديال الماء ديال لا ماشينه لافي. اذا غادي نبداو. اول شيء غادي نبداو به حبيباتي ديالي هو البيض. البيض عندي هنا ربعة البيضات، يبان بالنسبة لهاد البيضة يبان لي فيها واحد النقطة، نزولوها هني وراسنا فوالا. ندير معاها شوية الملحة وشوية الإبزار، صافي غادي غادي ندور وخلط. اذا كتشوفوا مزيان حبايبي تاعي. استسمح. اعتذر، نقدو شويه لاكام ديالنا وحنا غادي نزيد فيها شويه ديال القشدة. انا البنات كنشري اما هذه قاصحه ولا هذه، وهذه الخفيفه العاديه. كنكب شويه برسك نص ديال العلبه، نصف العلبه والنصف الاخر نخليه لتحضيرات اخرى. غادي نحك شويه ديال الكوزه باش تطلق ليا النسيمه. كتعجبني انا النسمه ديال الكوزه في الماكله. وما خصهاش تجي بزاف باش ما تجيش مره تكثروش منها. اذا بعد ما نضيف الكل المحتويات ديالنا باش تلبس مزيان بالبيض، صافي غادي نطبو. هنا خليت شويه ديال الزيت نتاع الثوم باش ينسمها ليا، وما هرستوش داك الثوم، خليته في الاطراف باش يجيني في الكاب كيك ديالي باين. اذا نتمم
غادي نزيد الجبن البنات. هذا راه كيطوني على بزاف البنات الصديقات ديالي كيقولوا لي كتعملي بزاف ديال الجبن، ولكن دابا نزيد التوابل. هنا معلقه صغيره ولكن ما نديرهاش كامله، انا البنات كندير عيني ميزاني في التوابل نقول لكم الصراحه. الابزار مزيان، نزيد شويه الملحه حيت التونه البنات راه مالح. باستيل باش غادي نخلطو. كتجي جد هائله البنات، كتجي رائعه جدا. ودابا نديرو لها دقيق اللوز، نديرو الخماره. يمكنكم ديرو الصودا ديال بيكربونات الصودا ديال الاكل. انا هنا غادي ندير معلقه البنات كامله وشويه، حيت هادي فيها بزاف. هادي ما عرفتش غرام فيها 20 غرام، دونك ما كنديرهاش انا كامله، كندير غير معلقه وشويه غير لهادي يطلع ليا الكب كيك ديالي. اذا دابا غادي نزيدو نجمعو بالدقيق اللوز البنات. غنيه بالفوائد، غنيه يعني الانسان واخا ما كيديرش هذا الريجيم كيتوني، الا دار هذه راه جد صحيه بزاف، فيها البروتينات وفيها الخضار فيها الدهنيات، يعني عندها قيمه غذائيه عاليه جدا، تصلح الاطفال الصغار. الناس اللي ما كيديروش هذا الريجيم كيتوني يبعدوا عليها وما يبغيوش يغلاضوا. اما بالنسبه للكيتوني راه عادي. اذا صافي، دابا غندهن المول ديالي بالزيت البلديه البنات، وغنبقى نعمر لي كاب كيك ديالي. وهانتوما معايا حبيباتي. اذا دابا دهنا المول ديالنا بالزيت البلديه، انا عندي المول سيليكون. اذا غادي نبدا نهز بهذه باش ندي عبار واحد ونبدا نقاد. بعد غادي نمسح الاطراف، غادي نزيد لها شويه. وهكذا البنات حتى انتهي المول ديالي كامل وندخلو الفران. من بعد ما غادي يوجدو غنوريهم لكم. اوكي حبيبتي، خليكم معايا ما تمشيو لاين. استسمح مره ثانيه على الصوت تاع اللافادوره. دير حبيبتي هنا كملتهم من بعد ما وزعت كلشي المحتوى على جميع الاماكن. زوقتهم شويه ديال الفرماج ايضا ودرت لهم شويه ديال زريعه الخشخاش. هانتوما اذا غادي ندخلهم للفرن دابا ومحيت يوجدوا ونوريهم لكم ونحطهم في طبق التقديم. خليكم معايا تمشيو لاين واسمح على صوت نتاع الالات الغسيل. حبيباتي وها هما لي كاب كيك ديالنا، وجدوا المالحين كيحمقوا واحد المنظر فيهم رائع جدا، طيبين مزيان 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 بالقرعه ديالنا. وشوفوا الداخل كي كيجيوا البنات، شوفوا الداخل. انا قطعت لكم هذه غير باش تشوفوا من الداخل كي دايره.
شتي التون كيبقى طريفات هكذا، كل القرعه رائحه بزاف البنات، بزاف بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وانا راه ما لصقاني شي بعض منهم اللي كابلي لصقوا لي لان ما دهنتهمش مزيان، اذا من الافضل دهنهم بالزبده احسن. انا قلت ندهنهم غير زيت البلديه احسن. الساعه كاينين شي بعض الحبات اللي لصقوا لي، لصقوا لي شويه، ولكن اغلبيه جاوا رائعين بزاف البنات. هانتوما شوفوا كيحمقوا بنانين، الانسان ياكلهم مع الشليضه، ياكلهم في الصباح، يعني صحيين بزاف. يلا والى هنا نكونوا انهينا الفيديو نتاع اليوم. اللي مازال ما تابوناش يتابونا ويدير لايك، ان شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظني. يلا مع السلامه.